محتاج. وقبل ما أعطي رأيي فيه، خلينا متفقين أنه تيم حسن ممثل لا يشق له غبار. من هالمنطلق رح أحكي عن تيم الفنان النجم اللي بيتماهى مع شخصياته لدرجة التطابق. تيم حسن بتاج ما بيشبه جبل شيخ الجبل ولا بيشبه عاصي الزند. تفاصيل شخصية تاج مقدمة بدقة نحات، من حركة إيديه لمشيته اللي أكيد اشتغل عليها كتير لتصير بتشبه مشية الملاكمين والمصارعين وأبطال رياضة كمال الأجسام، إضافة لمسة الكوميديا اللي بترافق الشخصيات اللي بقدمها تيم. من أجل كل هذا بقول إنه حرام تيم يضيع كل المجهود بمسلسل ما في شيء جديد، لأن شبعنا مسلسلات عن مقاومة الاستعمار بنفس الطريقة بنفس التفاصيل، لكن الاختلاف هالمرة إنه المقاومة طلعت من باب الحارة إلى أجواء دمشق في الأربعينيات وقطار الكهرباء. وأكيد ما بنقدر ننكر إبداع سامر البرقاوي بالإخراج والمشاهد الفخمة اللي عم نشوفها والديكور الضخم اللي مكلف ملايين الدولارات، لكن كل هذا ما بيعني إنه محاربة الاستعمار حبكة درامية نفذ رصيدها من زمان، وباب الحارة لحاله بكفي قد ما حارب هالاستعمار. مشاركة الفنان العملاق بسام كوسا بدور رياض إلى سحر، لكن حتى الآن ما شفنا شيء جديد على صعيد الأداء، ولا يمكن مقارنة دوره بتاج بدوره بمسلسل مال الأبان اللي عم ينعرض كمان برمضان. أما فايا يونان رغم الأحكام الاستبائية عليها قبل ما ينعرض العمل، أثبتت إنها كممثلة أفضل منها كمغنية، وقدرت تثبت وجودها وترفع لها القبعة بالمشهد اللي ردت فيه اعتبارها بعد إهانة رياض إلها. متعة المسلسل الحقيقي بالنسبة إلي أجواء حلبات الملاكمة والنزال، وقديه تيم قادر يكون بطل ملاكمة أكثر منه ممثل. بالنسبة لي الأكيد إنه لولا وجوده بالعمل كان سيمر مرور الكرام ولن يحظى بالمتابعة.